فرحة سعد بأغنية الغادي وحده لم تدم، فمحكمة الاستئناف في باريس قررت إعادة صلاحية النظر في قضية اغتصاب سعد للغة بخيول إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجناح، واعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا الاعتداء الجنسي ينطبق عليها. وكانت القضية أحيلت سنة 2019 على محكمة الجناح بقرار من قاضي تحقيق، خفف التهم وأسقط تهمة الاغتصاب عن سعد لعدم وجود أدلة كافية تثبت إدانته. إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي، معتبرة أن تمة تهم كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب. تواصلنا مع الصحفي رشيد بربوش وأكد لنا الخبر. لقد قررت محكمة الاستئناف الفرنسية يومه الثلاثاء بعرض قضية سعد المجرد أمام محكمة الجنايات، حيث سيحاكم الفنان المغربي بتهمة الاغتصاب والتعنيف. أدلة جديدة أثبتت أن سعد لم يكن في وعيه. الحقيقة أن هذا القرار كان منتظر، كون أن هناك مجموعة من المعطيات في ملف القضاء ليست في صالح سعد المجرد. هناك عدد من الأدلة تشير إلى أن سعد المجرد لم يكن في حالة عادية، كان في حالة سكر وتحت تأثير المخدرات. الشرطة القضائية الفرنسية وجدت آثار الحمض النووي لسعد في الجهاز التناسلي للغة بخيول. الشرطة القضائية الفرنسية بالإضافة إلى مجموعة من آثار العنف على جسم لورا بريول، جبرت كذلك لدان في جهازها لدان تاع سعد المجرد في جهازها التناسلي، يؤكد على أنه هناك كانت هناك علاقة جنسية بين سعد المجرد ولورا بريول. أدلة أخرى أيضا كانت السبب وراء تغيير تهمة سعد من جنحة إلى جناية. ومن بعد الأدلة اللي ضد سعد المجرد أنه قال لورا بريول مبروف أمام شهود من خروجة من غرفة الأوتيل، وكذلك أن هناك بعض تصريحات في الملف ديال القضاء تاع لورا بريول تؤكد أن سعد المجرد عرض عليها الزواج بعد اغتصابها. عفوا، أن هذه هي خصوصيات التي تجري في المغرب على الأحيان، بعد ما أن المغتصب يغتصب الضحية ديالو يعرض عليها الزواج. هناك مجموعة من الأشياء التي ليست في صالح سعد المجرد. سعد يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، وما يزال بإمكانه رفع دعوى أمام محكمة النقد.